وهل كانت المرأة في العهود السابقة تخرج للعمل؟ وما معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ نعم، كان النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تباشرن أعمالا خارج البيت كطلب العلم وكسب العيش والدفاع عن الوطن إذا هاجمه العدو ومداواة الجرحى وعلاج المرضى، ولم ينكر عليها ذلك. وقد صح في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن، والحوائج عامة غير مخصوصة بعمل معين. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير تحمل على رأسها النوى لتعلف به الناضح أي الجمل أو الفرس، فلم ينكر عليها بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها، ولم تترك هذا العمل في مساعدة زوجها حتى أرسل إليها أبوها بجارية كفتها بعض الأعمال. ومعلوم في الشرائع القديمة التي هي شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يمنعه أن بنتي الشيخ الكبير الذي يرجح أنه شعيب عليه السلام خرجتا لسقي الغنم والرعي، واعتذرتا لموسى في عدم مزاحمة الرجال على البئر فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني لولا كبره ما اضطررنا إلى الرعي والسقي. إن بعض الناس يستغل قوله تعالى للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن، فيستدل به على تحريم خروج المرأة للعمل. إن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إذنه لغيرهن بالخروج، وفي الوقت نفسه لا حاجة تدعوهن للخروج. وأود أن نفهم نصوص الدين قبل الحكم على عمل المرأة حتى لا نحمل الدين ما لا يتناسب معه، وألا نؤول نصوصه لمجاراة العصر المملوء بالسلبيات. والله أعلم.